السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحبوا بكم دائما في القناه ديالكم ونتمنى لكم ان شاء الله قضيوا معنا اوقات طيبه وسعيده. ومرحبا بكم. مرحبا بكم عزيزي. اليوم اش غندير الشاء؟ اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم ان صلاه ديال الفروي ان شاء الله. أيه. دائما في اطار الصلاه غادي نبداو ندير لكم اشكال ديال الصلاه واشكال ديال الفروي ان شاء الله. الحوت ندير لكم يعني بزاف ديال الاشياء، دجاج، الاشياء يعني رائعه ان شاء الله في هذا الصيف. نتمنى منكم ان شاء الله تردوا معنا البال وتشوفوا الفيديو والمقادير كما القاعده كما مولفين كما ولفتوني نقول المقادير ثم التطبيق سليم والنتيجه غادي تكون رائعه 100% ان شاء الله. مرحبا بكم، نشوفوا ان شاء الله المقادير ديالنا. نبدا الفيديو ان شاء الله. نتمنى منكم ديروا لايك وصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وبارطاجيو مع اصدقائكم وعائلتكم وشجعوا قناتكم اللي كتقدم لكم ديما لايك ديما لايك. مرحبا بكم اخواني اخواتي، شوفوا يعني هذا الصلاه ديالنا اشنو غادي نديروا فيها. الصلاه ديالنا عباره عن عده انواع من الفواكه. عندنا دلاح قطعناه مربعات بحال هكا، وعندنا الكيوي ايضا قطعناه مربعات، هنا عندنا العنب ابيض، وعندنا السوريز، وعندنا العنب الاسود، وعندنا الاناناس، وعندنا المشماش، وعندنا الفرومبواز. دروكا فصل الصيف لي فروي موجودين، يعني الانسان يدير اي نوع ديال لي فروي اللي بغى. هنا استثنينا البنان واستثنينا التفاح، لاننا الا غادي نصوبو بحال هذا الشكل ديال لي فروي، هاد جوج الفواكه البنان والتفاح ما نديروش باش ما يكحلوش لينا. الا بغينا ما يكحلوش خصنا نديرو واحد السيرو ديال 500 غرام ديال 250 غرام ديال السكر بطبيعة الحال، 250 غرام ديال الماء، ونديرو فيه شويه الحامض زائد باش هذاك اللون يبقى لنا ناصع ديال التفاح او ديال البنان. من فضلكم الا غادي نصوبوا هذا الديسير باش نقدموه للضيوف ديالنا، خصنا نعرفوا واحد الحاجه، ان الديسير ديالنا الا غادي ياخذ لنا واحد 3 السوايع محطوط او 4 السوايع قبل ما يجيو عندنا الضيوف، راه ضروري ما نديروش البنان وما نديروش التفاح. هاد الجوج ما نديروهمش، لان الا درناهم اللون ديالهم غادي يتغير شويه. اما هاد لي فروي ما نخافوش عليهم، غادي نوريكم شنو غادي نديرو معاهم ان شاء الله. هنا كاين واحد 100 غرام ديال ناباج، كنزيدو ليها واحد السيرو كيتكون من 100 غرام ديال السكر و100 غرام ديال الماء وواحد نصف حامضه، وكنخلطو مع الناباج حتى كيصبح بحال هكا هانتوما كتشوفوه كيبقى، وكنخلطو يعني وهو بارد، يعني هذاك السيرو اللي كنصوبو كنخليوه حتى كيبرد عاد كنخلطو مع الناباج، ما نخلطوش سخون، لان هذا الناباج بقيناه بارد. علاش غادي نديرو هذا الناباج؟ باش نغلفو هاد الفواكه باش يبقاو لامعين، وحتى الديسير ديالنا الا بقى لينا واحد الفتره ديال ساعتين او 3 السوايع ما يتغيرش اللون ديالو ويبقى زوين ان شاء الله. هذا من جهه. غادي خصنا لي كوردون بحال هكا كبار، يمكن لنا الا غنديرو ان سبتيت صالاد في طبسيل صغير غادي نديرو دي كوردون صغار. هنا ان شاء الله عندنا لاناناسا خويناها من الوسط ودرناها في طبسيل كبير بحال هكا. هذا هو الباز ديالنا فاش غادي نبداو ان شاء الله نصوبوا هاد الصلاد ديالنا. الصلاد ديالنا غتجي على شكل قطبان، غادي نعمرهم بحال هادو، وغادي يجيو لاصقين في الاناناس، ونديروا لهم نقاش، وغادي يصبح لنا واحد المنظر رائع ان شاء الله. على بركه الله العود ديالنا هو كناخذوا العنب البلاصه فاش حيدنا داك الراس ديالو هو اللي كيجي لداخل، وكنديرو هنا يعني انا كندخلو العنب ديالنا وسط العود، كنجيبوه حتى كنخليوه واحد شويه بحال هكا شويه، وهكا كنديرو الفروي ديالنا بالتتابع ان شاء الله. يعني من الافضل ما نديروش الوان يعني كيتشابهوا، بحال نديرو الاناناس دروك هانتوما في المثال، نديرو الاناناس ونديرو العنب الخضر. دائما حاولوا هكا، ونديروا الدلاح، ونديروا الكيوي هكا،
وغادي نديرو المشماش بحال هكا، وان شاء الله نختمو بالسوريز بحال هكا. السوريز ديالنا هانتوما، وندير واحد شويه د الفرومبواز هكا، او نسبقو الفرومبواز الا ما بغيناش نخليو الفرومبواز، نقدر نخليوه حتى نديرو في الراس هنا. هنا ملي كنصوموا بحال هكا كناخذوا الماباج ديالنا كندهنوا به القطيب ديالنا بحال هكا هكا. واخا هذا التبصيل نخليو هذا التبصيل باش يسقطر لينا فيه على هذا الشكل. هانتوما شوفوا معايا، وهكذا حتى نكملوا دائما ان شاء الله تنكملوا جميع القطيبان ديالنا. عاد نبداو ندريسيو ونخليوهم تنكملوهم تنعمرو هاد القطيبات، عاد نبداو ندريسيو. درنا هذا كل مرة كنديرو شكل مختلف، الاناناس المشماش، يعني الألوان غير خصهم غير يعني يجيو مختلفين، ما يجيش الحمر حدا الحمر باش يكون عندنا واحد المنظر زوين. المشماش درناه، غادي نديرو هاد السوريس هاد المرة، ونديرو إن شاء الله الكيوي هكا، ونديرو يعني أشنو مدرناش، نديرو العنب الخضر، لا منديروش العنب الخضر لأن درنا أسميتو غادي يجي نفس اللون. هنا نديرو الفرومباز في المثال، ونديرو العنب الخضر بحال هكا هو، يعني 3 6 7، هنا 3 6 7 8، درنا 8 د الحبات. يعني هنا غادي نزيدو مازال واحد الحبة ديال الفرومبواز في الأخير، وهكذا إن شاء الله. هاد الناباج علاش كنديروه؟ كيعطينا واحد القشرة لهاد الفروي ديالنا، باش واخا يبقى لينا واحد الوقت شوية يبقى لماع، ونخليوه يسقطر مع راساتو بحال هكا. نديرو في نفس العملية من فضلكم بحال هكا هكا، نديرو يعني الاناناس ديالنا، ونديرو الخوخ ندير الفرومبواز، وهكذا ان شاء الله. ونديرو السوري، لا نديرو شي حاجه اخرى، شي لون اخر لون اخر لون اخر، شو اللي ما درناش نحيد بها الفرومبواز. حنا 3 4 5، يعني العنب الابيض، نديرو العنب الابيض، ونديرو الفرومبواز ديالنا ها هو هكا، ونغلفو بهذه الطريقة إن شاء الله. هنا إن شاء الله غادي نبداو ندريسيو في القطبان ديالنا بحال هكا ديال لي فروي، ونديروهم في الأناناس، ندخلوهم بحال هكا، نقدرو نشدو من هنا تندخلو ونغركو عليه حتى يوصل لفان بحال هكا، وهكذا يعني حتى نعمرو هاد الصف التحتاني. وملي عمر الصف التحتاني غادي نبداو نديرو عشوائيا بحال هكا، غادي ندخلو هذا دائما كيكون الاناناس قاصح، خصنا نشدو هذا تندخلوه عاد ندفعو بحال هكا. هانتوما التبصيل ديالنا ها هو بدا كيتشكل. هادو افكار رائعين باش ان شاء الله تبداو تصوبو دي ديسير زوينين. وهنا غادي نبداو يعني نديرو افقيا شويه بحال هكا، هانتوما شوفوا معايا هكا، ما بقيناش غادي نديرو لتحت، غادي نديرو افقيا هكا، وهكذا ان شاء الله تنعمرو الديسير ديالنا كله غير حول غير بشويه. هكا نزيدو مازال افقيا هكا،
نحيدوا هاد الكيوي اللي طاح لينا هنا. السيل ديالنا هو قريب يا عمر، غادي نديروا فيه داك الشيء اللي بغينا، العدد اللي بغينا على حسب الضيفان ديالنا المثال، و انواع ديال الفروي اللي بغينا، غير الحاجه اللي كحال ما نديروهاش. نتوما كتشوفوا الكبسيل ديالنا هو قريب يكون موجود، يعني غادي نزيدوا واحد الحبه هنا او شي بلاصه اللي خاصه فيها هنا، ندير واحد هنا نكونوا كملنا الطبق ديالنا اللي هو ان شاء الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو البلاطو ديالنا ديال الديسير. كنظن اننا اعطيناكم فكره واعطيناكم يعني كيفاش تصوروا حتى تبصيل الضيوف ديالكم ان شاء الله. نقاش المهمه ديالو انه يبقى لنا كيلماع، يبقى لنا يعني ما ريزيستي واحد 3 4 5 سوايع ماشي مشكل. الا ما بغيناش نديروا نباج يمكن لنا ما نديروش نباج، يمكن لنا نديروا لي فروي ونصوبوه مباشره ونديوه فوق الطبله ديال باش نسربيوه مباشره، يعني واحد ساعه المكانه ماشي مشكل، ساعه ونص ساعه المكانه ماشي مشكل، يقدروا لي فروي ديالنا يصبروا لنا. اما الا بغينا نخليوهم اكثر من الوقت دائما نديروا نباج من فضلكم بالطريقه اللي وريتكم، نباج مع السيروب مع الحامض، هذه طريقه جيده. بحال البنان بحال التفاح لي فروي اللي كيتغير اللون ديالهم ما نديرهمش من فضلكم. ونتمنى لكم ان شاء الله عطلة سعيدة، ونتمنى لكم كل التوفيق ومرحبا بكم دائما في هذه القناة اللي هي قناتكم ان شاء الله. وبالنسبة لطريقة الأكل نحيدو كناخدو واحد القصيب ديالنا، يلا على بركة الله. أيوا بدا بيه، يلا يلا بصحتكم وإلى اللقاء. يلا بارك الله عليكم، نتمنى لكم ان شاء الله اوقات طيبه تقضيو معنا، اوقات طيبه وسعيده، والسلام عليكم.